متابعين مشاهدينا فقراتنا لنهار الخميس، وبنوصل لفقرة هلا وقتها مع دودي داغر مدرب فريق الهومات من أنتليس النسائي، يلي اليوم راح يواجهوا نادي الرياضة بيروت ويخبرنا عن تمارين الفريق وعن كل شيء خصه برياضة الباسكت للسيدات. صباح الخير دودي. بونجور زينة، كيفك؟ ماشي الحال؟ يعني دايما حلو نحكي عن الباسكت بول عند السيدات لأنه هذا موضوع مش كتير بيتضوى عليه عادة. صحيح. دودي وعندنا مهارات مهمة ب يعني اعضاء فريق الباسكتبول عند السيدات. صحيح. خبرنا شوي عن هيدا الموضوع وقد ايه بتواجهوا هيك شوي صعوبات. يمكن الباسكتبول ان جنرال هي لعبه كثير شعبيه بلبنان. صح. بس للاسف يعني بتعرفي كل الباسكتبول السيدات ما كثير بتضوا عليها للليج، مع انه عندنا طاقات فظيعه، عندنا بنات بيشتغلوا على حالهم كثير، بيتمرنوا كثير، حكام، مدربين، انديه، ادارات، يعني اتس هول اندستري مثل ما بيقولوا. اكيد لازم يتضوا عليها اكثر واكثر مع الوقت، والليفل يلي عم نلعب فيه البطوله كلها عم بيكون من الافضل بكل المنطقه العربيه، بقى كثير هيك بنبسط بس نتضوي على هذا الموضوع. اكيد. وبتخيل دودي هيدا التشجيع لازم يصير على صغر. لا يعني احنا عندنا مشكله بهيدا الموضوع عند البنات من صغار، يعني الاولاد الصبيان بنحمسهم يلعبوا باسكت، بس بنت تجي تقول لنا انه انا بدي العب باسكت بصير نحن لا وباسكت وهلا الصبيان ومش البنات. ايه مزبوط. هلا عم تتغير شوي مع الوقت لان صار في كثير اكاديميز من اعمار من 6 سنين و7 سنين عم ببلشوا صبيان وبنات يلعبوا باسكت. بس اكيد هيدي عند الاهل كمان، يعني الباسكت لعبه رياضه كثير حلوه بدها ديسيبلين كثير عالي. يعني انا بشجع كل البنات يلعبوا باسكت اكيد حسب النيفو تبعهم، لانه اللايف ستايل تبعهم كلها بتتغير. يعني اذا بتشوفي كيف بيعيشوا لعبات الباسكت بول، عن جد عندي احترام كثير كبير لهم، مش هالديسيبلين الفظيع، مش هالانضباط اللي عندهم اياه من تنظيم اكلهم، نومهم، تمرينات صباحيه مسائيه، بحطوا كثير افور على اللعبه، في شغف لها. صح. للعبة. عاده اصلا السبور بيعطي هيدا الديسيبلين عند يعني عند كل شخص، ومشان هيك يمكن بلبنان لازم يتضوى عليه اكثر لانه كثير بحاجه لديسيبلين على كل الاصعده. بحاجه لديسيبلين المجتمع، وببعدنا كمان منتلي عن كل القصص اللي عم بتصير، بخلونا شوي نقدر نفصل ونشرج هذه الانرجي الطاقه اللي بتكون ناقصه. صح. اليوم المواجهه قويه. صحيح. بين الهومنتمن والرياضه. مزبوط. خبرنا شوي هيك عن التحضيرات. الهومنتمن عنده تاريخ بكره السله النسائيه، يعني 2016 17 18 كان بطل لبنان 3 سنين ورا بعضهم، بطل لبنان كاس لبنان مرتين، وبطل العرب 2017 18 مرتين. من بعدها اكيد اجت كوفيد والازمه، والفريق راح على ريبيلدينج مود بنسميه، يعني بترجع بتجيب لاعبات اصغر بالعمر لترجع تبني فريق ينافس على البطوله. بهذا الوقت النادي الرياضي بيروت ونادي بيروت هول الناديين عم بنافسوا كانوا على البطوله باخر سنتين ثلاثه. نحن السنه قدرنا نرجع نعمل فريق عناصره نسبيا اعمار صغيره. بس طاقاتهم كثير منيحه، عندهم بوتنشل كثير كبير، وقدرنا نحاشر قد ما فينا الفرق يلي عم بتنافس على البطوله. خلصنا 30 لهلا بالسيزن، وهلا عم نلعب بالدومي فينال البطوله ضد نادي الرياضي. اليوم في عنا جيم 2 نحن وياهم، يعني جيم مصيري اليوم بالليل. عم نتحضر كثير منيح، البنات كثير محمسين، ومثل ما قلت لك اعمارهم نسبيا الاكثريه اعمارهم صغيره، مع كم بنت عندها شويه خبره. اوكي. بقى الحماس كثير عالي. كيف بتكون هيك عاده التدريبات؟ لانه بنعرف في تدريبات جسديه وفي تدريبات معنويه كمان. صحيح. لهيك نوع من أكيد. ماتش. اكيد اكيد. احنا بنعيش سوا حتى مع بعض كل الموسم، لانه مثلا اخر فتره عم نتمرن الصبح وبنرجع بنتمرن عشيه. الاوقات اللي بيرتاحوا فيها يمكن بنكون مع بعضنا كلنا كفريق. قد ايه الفريق بيتقرب من بعضه كعناصر، قد ايه بيصيروا يعرفوا بعض اكثر كاشخاص، قد ايه بيصيروا يلعبوا مع بعض احسن على الملعب وبتترجم. منتلي كل شيء سبور وانضباط التيم سبورتس، يعني مثل باسكت مثل فوتبول مثل كل المنتل بارت نسبته كتير عالية، لازم يكون مهم. مش بس التكنيك. صح. بدو يكونوا مركزين على الجيم، بدو يفصلوا بس يصالوا عزيح الملعب، بدو يحطوا مشاكلهم برا، ما فيهم يفوتون معهم لجوا، لأنه بأثر على كل الفريق وبيعدي النيجاتيفيتي بتعدي والبوزيتيفيتي بتعدي. أكيد. بس يفوتوا على الملعب. سو بنشتغل كثير على هذه الامور. انا من الاشخاص المدربين يلي بيقعد كثير مع لعيبه اللي عندي برات التمرينات لحالهم شخص او جروبات صغيره، بنحكي بكثير امور ما لها علاقه على طول بس بالباسكتبول، بنخلق هيدي الثقه وبيعرفوا انه نحن كلنا مثل ما بقول داعمين بعضنا، كلنا حد بعضنا. اذا قطعنا بجيمات صعبه او جيمات مش منيحه او جيمات منيحه
ما في لوم على حدا، بالعكس بندعم بعضنا، بنشغل بعضنا، وي سبورت ايتش اذر للاخر. حلو، شو التوقعات هيك لجيم اليوم؟ قديش محضرين؟ هلا محضرين منيح، لعبنا اول جيم هي سيري الدومي فينال، لعبنا اول جيم اولت امبارح 3، كان كلوز جيم، ربحوا رياضي علينا على فرق مش كتير كبير، كان فيري كلوز جيم، ما كنا باحسن حالاتنا، ما توفقنا محل ما لازم نتوفق، بس عملنا جيم كتير حلو معهم على ارضهم. اليوم الجيم حيكون على ارضنا بمزهر، بعتقد بكون فول هاوس، يعني الجمهور بكون معبى الملعب ان الله راد اليوم، بدعي كل جمهور يطلع يحضر. بعتقد حنعمل فيري جود جيم اليوم. اجان نحن الفريق بنسميهم، يعني في فريق بيكون فافوري اللي هو عنده افضليه يربح، وفي فريق بنسميه الاندر دوغ يلي بيكون الفريق يلي ما عليه ضغط ليربح، يعني مش كل العالم متوقعته تربح. نحن حظنا حلو انه نحن بهيدا الموقع، سو ما بيكون علينا ضغط كتير كبير، هالبريشر اللي البريشر بتكون على الفريق يلي متوقعينه يربح اكثر. ان شاء الله بعتقد حنعمل فيري جود جيم اليوم. اليوم الجيم لكن راح تكون بأي ملعب؟ بملعب مزهر، بملعب غمانتنا بمنطقة مزهر، على الساعة 9 بالليل ببلش الجيم. حلو التايمينج. كمان حلو. الجمهور نفسه طبعا، الجمهور السيدات وجمهور الرجال أو جمهور أنعم؟ لا أنعم أكيد، على طول بيكون في جمهور أنعم عند السيدات، منشوف هن أكتريتهم نفس العيال، بس منشوف الـ 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 العيال عم تيجي أكتر كمان على جيمات سيدات، بتشوف وجود للأولاد مع الأهل. مع الأهل شوي أكتر، بس إنه أكيد إيه نفس الجمهور يلي بحبوا كرة السلة بيشجعوا اثنين يعني. أوكي، شو بتحس اليوم كمدرب دودي؟ قد إيه بتحس إنه في أشياء ناقصتكم؟ في دعم اليوم ناقص منتخبات، يعني الفرق اللبنانية للسيدات بالباسكتبول؟ لكن خاصة السيدات مثل ما عم نحكي، التضوية على هيدي البطولة كتير مهمة، لأنه اليوم كل رياضة بلبنان بدها تنجح بده يصير فيها انفستمنت، بده ينحط فيها ينضخ فيها شوية أموال لينجيب ليفل عالي. يعني هلأ بالفاينل فور السنة قديما كان في أجنبيتين بالبطولة السيدات، بالأزمة وكوفيد وكل هالأمور ما عاد في أجانب للأسف. السنة هلأ بالفاينل فور سمحوا لنا نجيب أجنبية واحدة على كل فريق. سو هوبفلي نكست سيزن يصير في أجانب أكتر، تقدري تعمل تحسن تعلي النيفو، تجيب أجانب ليفل عالي، بدك أموال، بدك فاندينج لها الأندية لتقدر تجيب أموال، بدها تضوية، بدها سبونسرشيب، لقدر تجيب سبونسر بده ينقلوا جيمات أكتر على التيفيز أو على كل هالأمور. أكيد بعرف الاتحاد اللبناني عم بيشتغل على هذا الموضوع، بس عطول الباسكتبول النسائي ناقصتها هيدا الدعم. ليه؟ يعني هيدا السؤال، انه هل الاهميه بتحسها بتروح اكثر للشباب؟ حتى عند البنات ما بنحس في كم اسم يعني نحن بنعرفه، بس ما بنعرف كثير اللاعبات اللبنانيات بالباسكتبول. صحيح. مع انه هن عم بيمثلوا يعني حاملين عمل علم لبنان بالنهايه. اكيد وعم بيعملوا نتائج، وبقول لك الشغل اللي بحطوه على حالهم يعني في انضباط وديسيبلين باللايف ستايل طبعا اكثر من شباب. أكيد. وانا بمرن شباب وبنات وبعرف هيدا الالتزام عند البنات عن جد كثير عالي، لازم يتضوا عليهم اكثر لنصير نعرفهم اكثر، نعرفهم بالاسامي. وحتى منتخبنا كان كثير منيح، عمل نتيجه يعني بقاسه، هو بالليفل اي كان بالليفل بي، طلع على الليفل اي من سنتين. مفروض يتضوا على قد يعني للماكسيم نقدر نضوي عليهم وندعمهم ونوقف حدهم. بعتقد هلا هي وورلد وايد وين ما كان بالعالم. صح. الباسكتبول النسائيه او الفوتبول النسائيه الكفرج بتكون اقل، لانه دي اند اتس برودكت، يعني قد ايه بينحضر اكثر قد العالم حتضوي عليه اكثر، قد بفوت مصاري اكثر للشركات الراعيه قد ايه حيحطوا اكثر انفستمنت، بس انه هذا ما بيمنع انه فينا نحسنها كثير. اكيد في هلا بطولات كمان جايه بالخارج للسيدات. هلا اكيد المنتخب عنده استحقاقات كل سنه، عنده بالصيفيه بعتقد في لبطوله اسيا كواليفايرز يعني تصفيات تاهيليه، وعندنا شغله لاول مره بنشارك فيها ب 2025 صيفيه الجي بي اب. الاتحاد اللبناني اعلن مشاركته بتصفيات كاس العالم، سو معقول كثير نحن بهالتصفيات اذا نقدر ننجح نقدر نشارك لاول مره بكاس العالم، يعني مثل مونديال الفوتبول. أوكي. كاس العالم للسيدات الباسكتبول. حلو، وهيدا الشيء كمان بيطلب يمكن كثير من التحضير. هيدا بده تحضير من يعني من هلا ببلشوا تحضيره لبعد سنه ونص سنتين. كيف بيكونوا معنويات البنات قبل الماتش اللي مثلا عم بيصير اليوم؟ بيكونوا رايقين؟ لا هلا لك رايقين اكيد مش رايقين، بيكون في هذا ستريس، الستريس الحلو
يعني بس يكون عندك استحاله من هالنوع. انا صار لي يمكن زمان كثير اكثر من 15 او 17 سنه بدرب باسكتبول، بعدني لهلا بس فوت على جيم بحس هيك شوي معدتي بتفرك قبل الجيم، مثل كانه واحد رايح على فحص ومش عارف حاله اذا دارس على الاخر او لا. بس هيدا اتس ا جود فيلينج، هيدا اتس ا نايس فيلينج، لانه انت يو كير اباوت ذا، يعني عفيت عم حضره كثير وبدك تعطي كل شيء عندك وبدك تنجحي ما بدك تفشلي. هذا احساس حلو، منه مزعج، بس ستريس حلو بدي اسميه. هل البنات مسؤولين اكثر باللعب؟ يعني عاده بنعرف انه بكل الفيلدز البنت لانه بكون عليها مسؤوليه اكبر، بكون برهن حالة أكثر، بتكون يعني مثل ما بقولوا مندفعة أكثر، بتعمل دبل أفورت كرمال تبين. بنحس هيدا الشيء بالباسكت كمان بتحضيرهم باللايف ستايل تبعهم للبنات. إيه، بحطوا أفورت كتير. يعني بيشتغلوا بالجيم يمكن أكثر من الشباب، بيتمرنوا مرتين بالنهار وأيام أكثر، بينتبهوا على نظام أكلهم أكثر من الشباب. شباب بيعتبروا إنه ما بعرف إذا أجسامهم بتحرق شوي أكثر كمان أو ما بعرف، بس البنت لا بتحط افور اكثر لتحافظ على هيدا النيفو تبعها بالباسكت. وتكنيكلي على الملعب هيدي نقطه مهمه كثير ذكرتيها، البنات بيلتزموا بالاستراتيجي او بالخطط اكثر بكثير وبيتبعون للاخر اكثر من الشباب. الشباب عندهم هالتندنسي انه يكسروا اسرع الخطط ويلعبوا شوي لحالهم او يطلعوا برات البنات بيلتزموا بالرولز اكثر بكثير. شو هيك بتتمنى انه عامه لهيدا اذا فينا نقول السبور الرياضي للسيدات؟ يعني انا بتمنى للسيدات يكون في نقدر نجيب سبونسرز اكثر على كل الانديه. عندنا 10 انديه بالدرجه الاولى وانا درجه ثانيه ودرجه ثالثه، يعني في عدد كبير من اللاعبات الموجودين. بتمنى انه ينجاب سبونسرز اكثر على كل الفرق، بتمنى انه تينجاب سبونسرز اكيد يكون في نقل تي في للجيمز، للعالم تتعرف كمان على هاللاعبات يلي عن جد بيرفعوا الراس، يكون في اجنبيه او اجنبيتين من اول السيزون لانه بعلوا لنا ليفل كثير. الاحتكاك مع لعيبه بروفيشنال من امريكا او من اوروبا بعلوا المستوى كثير. هيدي التضويه بعتقد حتعطيهم حقهم للبنات، يعني وان شاء الله تصير موجوده. لان بعتقد كمان البنات بيعملوا مجهود اضافي ليقدروا اليوم يبينوا ويكونوا هيك ناجحين بهذا الشيء. شو التوقعات اليوم للسكور اذا فينا نقول؟ هلا نحن من كل جيم بنفوت عليه اذا ما لنا مأمنين انه عندنا تشانس نربح ما لها طعم نروح على الجيم. يعني نحن مأمنين حنربح، عندنا القدره انه نربح، بس بدنا نكون بالجيم الممتازه تبعنا مثل ما بقولوا، يعني بدنا نلعب جيم جيدة جدا وأحسن. ما فينا نكون أفريج ونربح على فريق مثل الرياضي. أول جيم كان قريب كتير، يعني كنا قادرين نسرق الجيم على أرضهم بمحلات معينة، ما توفقنا. إن شاء الله الليلة نقدر نعملها، كلنا قناعة وحماس إنه نقدر نجيب هالربح لهومنتمن ولجمهور هومنتمن إن شاء الله. على كل حال مين ما ربح الرياضة حلوة إنه تكون هيك التنافس فيها عن جد هالقد رياضي بين اللاعبين. وبالنهاية بعد في هيدا هو يعني إذا فينا نقول الباسكت اللي بيجمع اللبنانية أكثر شيء بهيدا البلد، وهي وهو متعة فعلا لكل اللبنانية اللي قاعدين ببيوتهم. بدي أتمنى لكم التوفيق اليوم، ان شاء الله هيك يكون ماتش حلو ويستمتعوا الفريقين. يلا واذا عندكم وقت ناطرينكم بالملعب كمان. اهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير لك.